مصلحة الضرائب هي من أهم المصالح الإيرادية بالدولة، وأن جميع العاملين بها يعملون بكل طاقتهم وجهدهم هذه الأونة لتحقيق الحصيلة المستهدفة والربط المنوط. هذا ما أكده عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مشيرا إلى أن المصلحة نجحت في تحصيل 181 مليار جنيه نهاية يناير 2017، وهو ما يعادل 112% من الربط المستهدف خلال الفترة من أول يوليو 2016 وحتى 21 من يناير 2017، مؤكدا أن المصلحة تعمل الآن على جرد الملفات الضريبية، وذلك لعمل قاعدة بيانات سليمة ومعرفة الملفات الكبيرة حتى تدخل في فحص العينة لمعرفة موقفها، مؤكدا أن المصلحة تقوم بتطوير نظم المعلومات وإرساء نظام عمل إلكتروني لتقليل التعامل المباشر مع مأمور الضرائب والممولين، مما يساعد على محاسبة الممولين ضريبيا بناء على معلومات وبيانات كاملة، ويقلل مساحة الخلاف حول قيمة المستحقات الضريبية، وبالتالي تخفيض حجم المتأخرات الضريبية. أهم الخدمات اللي بتقدم دلوقتي، احنا عندنا طريقة السداد الإلكتروني أو السداد عن طريق البنوك. في عندنا طريقتين موجودة عشان الممول يسدد الضريبة. عندنا إنه يروح البنك ويعمل نموذج تحويل، وده البنك بيحول الضريبة دي فورا للمصلحة. وعن الممولين، وفقا لتقارير صحفية، فإن المصلحة لم تقم بإجراء حصر فعلي على الطبيعة لعدد الممولين منذ عام 1980، وفي حالة إجراء حصر فعلي سوف يصل هذا العدد إلى 16 مليون ممول وليس 6 ملايين كما هو الآن. والمصلحة تواجه تحديا كبيرا يتعلق بتوافر البيانات والمعلومات عن الممول، نظرا إلى قيام الممولين بعدم ملء كل صفحات الإقرار، وهو ما يؤثر بالسلب على تحويل الإقرارات لحفظها على الحاسب الآلي، نظرا إلى عدم وجود معلومات لمعالجتها على البرنامج. حقيقة أدائنا كله بيكون خاص باستلام الإقرارات ومراجعتها الأول على الشباك زي ما حضراتكم شفتوا كده. هي الخدمات ممتازة الصراحة، والزملاء متعاونين جدا جدا جدا، بس هي الربط، يعني هما بيربطوا تقدير الربط التقديري بيبقى جزافي عالي جدا بالنسبة لضريبة كسب العمل، لضريبة الدمغة. لما بيربطني تقديري بيربطني ربط جزافي بطريقة فظيعة. أما عن مركز كبار الممولين، فقال أسامة توكل رئيس المركز إنه يأتي في إطار هيكلة المصلحة طبقا لقانون ضريبة على الدخل بإنشاء مركز لكبار ومن ثم متوسطي وأخيرا صغار الممولين، وأوضح أن نسبة المتقدمين بالإقرارات الضريبية لا يتوازن مع حجم الممولين، فهناك عبء شديد ملقى على عاتق عماد سامي حسين رئيس مصلحة الضرائب، فالمصلحة مسؤولة عن تحصيل نحو 70% من موارد الدولة المالية السنوية، والمطلوب منها تحصيل نحو 381 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. طبعا كلمة ضرائب كلمة صعبة وتقيلة، ويعني تقيلة على نفوسنا جميعا، لكن لما يعني نبقى حاسين ان الضرائب اللي هتتاخد مننا هتترجم في صوره مشروعات وخدمات تعود علينا بالنفع، المساله هتهون شويه. اموال دفع الضرائب، القصه دي قصه مهمه جدا وبيتحاسب عليها في الدول المتقدمه، فلوسي راحت فين ورجعت لي مره تانية في صوره خدمات زي ما بقول ولا لا. الموظف الحكومي يعني بيتخصم منه الضرائب من المنبع، فشاء ام ابى يعني الفلوس كده كده رايحه للدوله. لكن إيه الحال بقى بالنسبة للقطاع الخاص، كبار الممولين وصغار الممولين كمان، والفئات اللي صعب إنك تحط إيديك عليها وتقدر إنك تحاسبهم ضريبيا وتعرف في دخلهم. ودايما بيتضرب مثل في قصة الأطباء والمحامين، ربنا يزيد الكل، لكن في نفس الوقت في ضريبة مستحقة عليك لازم إنك توفيها وتديها للدولة. الاقتصاد الموازي أو الاقتصاد الغير رسمي، ودي برضو صعوبة وتحدي كبير علشان انه اولا تدمجهم وفي نفس الوقت تاخد منهم حق الدوله، وبرده يعني تبقى عين الدوله عليهم ايه اللي هم محتاجينه، فتنهض بهذا القطاع. على كل الاحوال النهارده في ملفات كتيره هنطرحها للنقاش على المسؤول الاول عن هذا الملف في اول ظهور اعلامي ليه بعد تولي المسؤوليه، استاذ عماد سامي حسين رئيس مصلحه الضرائب العامه، اللي مشرفنا النهارده في الحياه اليوم عشان نتكلم عن، احنا طبعا في موسم الاقرارات الضريبيه كمان المفروض هتخلص على نهايه شهر مارس، هنعرف الوضع
واللي بيحصل في الإقرارات، وصلنا لحد فين، الحصيلة المتوقع أنه يعني نشتغل عليها، وكمان هل في آليات جديدة زي ما سمعنا في التقرير بالنسبة للسداد، وفي آليات جديدة بالنسبة كمان لمراقبة، بلاش أقول مراقبة عشان تقولش كلمة صعبة، يعني أن أنا أعرف وحط إيدي على الفئات اللي أقدر أن أنا أضبط النظام الضريبي بالنسبة لها. مساء الخير أستاذ عماد ومشرفنا، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير على السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك أستاذ عماد. قلنا إحنا في موسم الإقرارات الضريبية، إيه الجديد والموسم السنة دي يختلف إيه عن السنة اللي فاتت في ظل تولي حضرتك المسؤولية؟ لا، الموسم السنة دي جديد خالص، لأن إحنا حتى في إعداد الإقرارات بقالنا شهرين شغالين فيها، أشركنا في الإقرارات المجتمع الضريبي، مكاتب المحاسبة، بيوت الخبرة، عشان نحل أي مشكلة موجودة في الإقرار، وبالتالي حصل توافق جماعي على شكل الإقرار السنة دي، وده ادانا انطباع ان الإقرار الضريبي اصبح بدل ما هو 20 و30 ورقه، احنا خفضنا العدد، التزمنا بالمعايير المحاسبيه اللي صدرت في 2016. الحاجه الثانيه ان احنا عدلنا عدد الإقرارات، بدل من 11 إقرار بقوا 8 إقرارات، يعني بقى الكم قليل والكيف هو اللي قليل تاني زيه، فدي اصبحت ميزه للممول. النهارده احنا سهلنا وبسطنا الإقرار، هيعرف يفهمه، هيعرف يقراه، بسيط جدا. حطينا في المأموريات مجموعات عمل هتساعد كل ممول رايح انه نساعده في ازاي يملأ اقراره، ازاي يلتزم بالاقرار ده، ولازم يعرف ان الاقرار ده مهم بالنسبه للبلد في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. احنا عارفين الموضوع، الدوله ماشيه ازاي، عارفين عندنا عجز في الموازنه، عندنا ارتباط كبير جدا ان احنا نحقق ربطنا، وعارفه حضرتك ان حصيلتنا السنه دي 381 مليار. أنا أمل كبير إن إحنا نعدي الرقم ده كمان ببعض الآليات اللي إحنا عاملينها دلوقتي بموافقة معالي وزير المالية والسيد نائب وزير المالية، فإن إحنا عاملين حصر ميداني للمجتمع بالنسبة للاقتصاد غير الرسمي. وإحنا في الوقت الحالي أدخلنا في المنظومة الضريبية 200 ألف ممول جداد، ده كان اقتصاد غير رسمي، وإحنا شغالين في نفس النمط ده. حاجة تانية، الحد من حالات التهرب الضريبي، ودي مسببة أزمة، لكن احنا دلوقتي بنوحد اجراءاتنا مع الشبكات في بعض الجهات الحكوميه عشان نعمل قاعده بيانات مظبوطه، ونحاسب الممول من غير ما نديله اعلى اوت، ياخد حقه بالظبط. القاعده دي هتساعدنا. الحاجه الثالثه، ان نعمل حاجه اسمها الفحص المميكن، عاوزين نخرج بقى من موضوع الورق ده والملفات اللي الدنيا اتقلبت منه ده، وعاوزين نعمل طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه بميكنه مصلحه الضرائب. احنا بدانا بانشاء وحده لتعليم مأموري الضرائب على مستوى الجمهورية إزاي يفحص مكاني من غير ما يرجع للورق. ده هيحتاج قاعدة بيانات مظبوطة، وده اللي أنا بعمله دلوقتي من ساعة ما جيت من أول فبراير لحد النهاردة، بعمل جلد على مستوى الجمهورية للوقوف على حجم الملفات اللي موجودة في كل مأمورية، وإيه الملفات الهامة اللي بتجيب حصيلة. ودي كانت مهمة بالنسبة لنا دلوقتي. زودنا عدد اللجان الداخلية والتماس إعادة النظر، وأنهينا بعض الملفات الكبيرة. حاجة برضو عملنا حاجة اسمها وحدة تنشيط الحصيلة، ودي مهمة جدا، بنتابع كل يوم الحصيلة في مركز إقبال الممولين وشركات الأموال، أخبار الملفات الهامة إيه والحصيلة أخبارها إيه، لأن الوزير بيتابع معايا كل يوم حصيلة المصلحة. طبعا كل عايز فلوس. عاوز فلوس طبعا، وإحنا عاوزين نجيب فلوس. الحاجة برضو اللي إحنا عملناها في موضوع الفحص المميكن ده، أنشأنا إدارة جديدة جدا، مين القيمة المضافة؟ أنت عارف دلوقتي أنا بقيت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، يعني ما فيش لا قيمة مضافة ولا عامة، الاثنين واحد بالنسبة لي. أنشأنا حاجة اسمها إدارة الفحص المايكن، ودي بيتدرب فيها دلوقتي عدد كبير من مأموري الضرائب مضافة وعامة، وإن شاء الله الأسبوع الجاي ده هينزلوا لتدريب كافة العاملين على مستوى الجمهورية على الفحص المايكن. عاوز أنهي السنة دي وأنا على الأقل 70% من ملفات الفحص مايكن. إن شاء الله، ده أملنا الكبير. طيب. يعني. خلينا بقى نقف عند بعض العناوين كده والتفاصيل اللي حضرتك قلتها في كلامك من شويه. اولا فيما يتعلق بالاقرار، ان انا اتاكد ان الكلام اللي اتكتب في الورقه ده كلام دقيق، وما نرجعش بقى في قصه انه والله طب نعمل متوسط، خلي شويه عليك وشويه عليا، يعني دي برضو بتتحسب ازاي؟ لا، احنا بنقول للممول قول حقيقه نشاطك وقول حقيقه ربحك. انا كمصلحه هعتمد كل اللي بتقوله طالما متقدم بمستندات. هي المشكلة في المصلحة في التقديري، بس المشكلة في المستندات، يقول لك كل واحد بيصدف الورق بتاعه ويجيب لك الورق انه يمكن يطلع نفسه خسران كمان في نهاية السنة. لا، احنا برضو دي الايام دي هنظبط الموضوع ده بعمل شبكات
مع معظم الجهات، يبقى البيان بيخش يتعاملك مع الشركه بيجي لي في وقتها فهتقدمه. ما عنديش مشكله. لكن احنا بنقول برضو احنا كدوله حاسين ان اقتصادنا محتاجنا، فالمفروض ان انا اقدم اصل المستندات بتاعتي عشان انا اقدر كمان اخدمه صح. بقدمه صح انا ايه؟ يعني اعتمد اللي هو قاله. ولو اعتمدت اللي هو قاله يبقى هو راضي وانا راضي، واحنا عاوزين نعمل الرضا بين بيننا وبينه، يبقى راضي عني وانا راضي عنه. انا ماليش مصلحه ان اذي اي ممول في مصر. بس انك تعتمد على ان الممول يجي لك طوعيه كده ويقول لك حقيقه اللي عنده، يعني قصه الاعتماد على الضمير وانه وطنيته والدوله وفي ازمه وانا اقف جنبها. طيب صعب تظبطها. لما تشتغل بقى قصه الفلوس هيبقى في حسابات ثانيه. طيب في الوقت ده هتشتغل مكافحه الطلب الضريبي. ايوه. لو انا عندي مشكله او انا عندي حد متهرب بيجي في المكافحه. المكافحه لما بتمسك حاجه وبتطلع قضيه تهرب ايه اللي بيحصل؟ بيدفع الضريبه وقدها بالظبط غرامه. يبقى اذا كانت ضريبته هيدفعها عندي 100,000 مثلا هيضطر يدفع 200,000 جنيه. يبقى الافضل مش انه يروح حل الطلب، انه يجي يحل. وانا مكتبي مفتوح وجميع الماموريات مفتوحه، وعندنا لجنه انهاء فضل المنازعات انشئت بقرار 79/2016. لجنه المنازعات دي لمده عام. دي كل الشركات النهارده كان في اجتماع مع اتحاد الصناعات. هو اتعمل قانون جديد لفض المنازعات. اتعمل 79. ده يخدمك اكتر في اللجنه وفي الشركات. ده هيخدم الممول، ده مش خادمنا انا، ده هيخدم الممول. بنقول له تعالى. انه ياخد حقه. احنا هنحل لك. اللجنه دي مشكله من عضو مجلس الدوله وعضو من خارج المصلحه وعضو فني. بيشوف انت مقدم طلباتك ومستنداتك وهو بيدرسها. وبيتفقوا في النهايه، احنا عاملين حالات منها النهارده جايبين مليار و300 مليون من حالات موافقه. في خلال الشهرين اللي فاتوا. فانا قلت لهم النهارده قدموا، واللجنه دي احنا عاوزين نجيب المتاخرات بتاعتنا، وفي نفس الوقت بنساعدك تحل مشاكلك اللي تراكمت سنين. احنا عندنا 160,000 قضيه في المحاكم. ياه. 160,000. يعني احنا حاجه كبيره جدا يعني. بقالها قد ايه؟ سنين، يعني عندنا ملفات من سنه 80. من سنه 80 في المحاكم. النهارده بيقولوا لي يعني تعتبرها فلوس ضايعه عليك خلاص. طبعا. وهو كل ما بيقعد هو مش عارف يحل، وانا بقول له فاتح لك صدر وقلبي وعامل لك نجله بتقول لك تعالى حل، دي بقرار وزاري. تعالى حل وانا خارج المنظومه. يعني في مستشار مجلس دوله وفي واحد من بره المصلحه خالص وفي عضو فني. بيقعد يدرسوا الحاله والضريبه بتتسدد. طب في حد تقدم لك لتصالح؟ كتير تقدم علينا 2800 حاله. 2800 طبعا. ده بقى يدفع اللي عليه بالغرامه ولا يتشال الغرامه بقى؟ لا، بيدفع اللي عليه من غير غرامه ولو هيأثر. ما انت كده خسران. انا احنا عاوزين نحل مشاكل. انت بتحسبها انك بتاخد فلوس وخلاص احسن من ما فيش، احسن من دخت المحاكم يعني. لا 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 المحاكم. ما بقولش كده، انا قصدي ايه؟ هو بيجي اتفقنا على سداد، هو من ساعه ما راح اللجنه او راح المحكمه انا ما بقدرش احسب عليه غرامه. وقفت. فاحنا بنقول له تعالى هنحل، ما عندكش غرامه، ضريبتك كذا ادفعها، لو قال لي هقسط هو عارف ان في 1% عن كل شهر لو ما دفعش القسط. فهو مصلحته نيجي يحل في الانهاء. فانا قلت النهارده احنا فاتحين مكاتبنا وعاوزين ننهي القديم عشان داخلين على فحص مميكن وتطورات اقتصاديه وكل حاجه بتتغير النهارده يوم عن يوم. فتعالوا حلوا. فانا بدعم من برنامج حضرتك، وانا اول مره في التلفزيون وعارف ان البرنامج بيتشاهد كتير قوي. فمن خلال برنامج حضرتك بدعم الناس كلها، كل الممولين المشكله، هو كل مشكلته يقدم طلب بس، يقدم طلب واحنا هنجيب كل حاجه. اكتر الفئات اللي معاها المشاكل دي؟ لا دي كلها انشطه تجاريه وصناعيه. كبار ممولين. كبار ممولين وصغار ممولين. بس الاكتر ايه؟ الكبار. الكبار. ملفات كبيره. هي فرصه ليهم لان القانون ده مدته سنه. بعد كده هيبقى هو مدته سنه، فاحنا نعمل ايه؟ تعالوا حلوا. وفي ميزه في القانون ده ان لازم احل لك مشكلتك خلال 3 شهور، مش هتقعد سنين. فميزه ان انا هحل لك دلوقتي. ففرصه تيجي عشان نحل. فانا بدعو من خلال برنامج حد بقول لك جميع الناس اللي ليها منازعات في المحاكم وفي لجان الطعن واللجان الداخليه قدم طلب في الماموريه، واحنا هنساعدك في الحل، واحنا معاك في اللي انت هتقوله. طيب يعني لعل وعسى الكلام ده يكون لي صدى والقصص دي تخلص يعني. خلينا معلش نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتكلم مع حضرتك برضو ونتابع بقيه القصه والجديد فيها مع رئيس مصلحه الضرائب العامه استاذ عماد سامي حسين اللي مشرفنا النهارده في الحياه.
برحب بحضراتكم معانا مره تانية، بجدد ترحيبي باستاذ عماد سامي رئيس مصلحه الضرايب اللي مشرفنا النهارده. اهلا وسهلا بحضرتك مره تانية يا استاذ عماد. وفي الجزء اللي فات كنا بنتكلم على المستهدف والجديد والميكنه، ويعني انه في شغل مختلف عن السنه اللي فاتت او الفتره اللي فاتت. قصه برضو فض المنازعات، وحضرتك قلت انه يعني الباب مفتوح علشان نسوي، عشان نبتدي بقى على نظافة زي ما بيقول. اللي متخوف انه يبقى ضيق، يعني مثلا انه هيتحاسب بسي اي مبلغ، وانه بناء على المبلغ ده لو تم الموافقة عليه وتصالح على اساسه هيكون ده المتعارف عليه كل سنة. ممكن انا ايش حضرتك الموضوع ده زي فاتورة الكهرباء مثلا، يعني الحسبة بتبقى عاملة ازاي، وانك تطمن الممول انه مفيش تقدير جزافي او اللي دفعته هتدفعه على طول. بص حضرتك، انا هوضح حاجه. في حاجه اسمها مبدا استقلال السنوات الضريبيه. اذا الممول قدم انه سنه 2015 كان بيكسب ودفع ضريبته، نفرض مع سوء الاحوال الاقتصاديه نشاط معين جه في سنه مثلا 17 ما اشتغلش، انا ما اقدرش له ادفع. هو اللي بيقدم، هو اللي بيقول لي، عشان كده بيقول لي قدم فواتيرك ومستنداتك وانا هعتمد. لكن دلوقتي احنا في مشكله عندنا ان احيانا كتير جدا بنلاقي فواتير مضروبه وايصالات مضروبه. انا ما اقدرش اعتمد ده، لان عندي تفتيش من جهاز مركز المحاسبات، عندي توجيه ورقابه موجود في المصلحه بيراجع الشغل ده. فاحنا بنقول المول قدم. بس انت بتقدر تعرف وبتتابع الفواتير دي؟ طبعا طبعا. طب وقصه المحاسبين وتظبيط الاوراق برضو يعني بقى ليهم مخارج؟ طبعا. بص احنا برضو عاوزين نقول المحاسب بيعمل شغله زي ما احنا عارفين، لكن هو المفروض يبتدي يوعي الممول بتاعه. قدم اصل اوراقك، نقدم كل حاجه، والفحص معروف نسب الضريبه ومعروفه كل حاجه ومعروفه القيمه المضافه بتاعتها ايه. يبقى اذا هو عارف وهو جاي ان الممول بتاعه او وكيله هيدفع سي قد كده، يبقى الموضوع منتهي. وجميع المحاسبين مكاتب المحاسبه الكبيره يعني على ما اعتقد انهم ناس محترمين جدا، واحنا عملنا معاهم لقاء انا ومعالي نائب وزير الماليه ووزير الماليه، وناس متفاهمين للوضع، وان شاء الله هيقدموا المستندات في كافه ملفاتهم الموجوده في كبار المولين. دايما مع كامل الاحترام يعني بيتضرب مثل بموضوع الشايب الياسمين ومأمور الضرايب وانه بينتقل للمكان بيعمل معاينه بيشوف الملفات، ولا الممول هو اللي بيجي لغايه عندكم او المحاسب بتاعه وتبقى اوراقه جاهزه بالشكل اللي يرضيه هو؟ اذا اقتضى الامر ان ينزل المأمور بعينه الفاحصه ان يعمل معاينه المكان لازم ينزل عشان يعرف حقيقه النشاط ده ايه، اصل الورق مش هيبين زي العين. يعني احنا عندنا مشكله، بيجي مثلا هيتحاسب ضريبه كسب عمل شركه، تلاقيه كاتب في ميزانيته 20 عامل او 20 او 25، لو نزل مامور الضرايب بيلاقي عنده 2000 عامل. فلازم مامور الضرايب يبقى برضه عنده كياسه. شوف على الارض لازم تنزل تشوف المصنع ده، الشركه دي، المكان ده، القوه اللي فيه تشتغل فيها قد ايه؟ حجم تعاملاته قد ايه؟ ما هو هنا مأمور الضرايب. بس ده بيتعمل على طول ولا لو تشكك يعني؟ لا المفروض انه يتعمل على طول، مفيش حاجه اسمها تشكك. عندك عدد يكفي؟ والله انا الضرايب. احنا محتاجين طبعا قوه فنيه، بس انا عندي 100 فحص والتدريب كمان يعني وعندي احنا عندنا دلوقتي تدريب على اعلى مستوى في مركز التدريب الضريبي عندنا. لا معظم مأمير الضرايب فاحصين جيدين جدا. بس عندك زي ما حضرتك قلت اشكاليه شويه في العدد، ان العدد برده مش كفايه. هو بس مأمور الضرايب، انت عارف حضرتك ان مأمور الضرايب ده قاضي مالي. ومأمور الضرايب ده من 2011 لحد النهارده لم يعمل اي وقفه احتجاجيه، وما طلبش اي مطالب فئويه، وما زادش من 2015. البلد كلها وفي اتجاه، ما في اتجاه من معالي وزير الماليه ونائب وزير الماليه، لازم على انهم يحسنوا الوضع المادي بتاع مأمور الضرايب ويحسنوا البيئه اللي بيشتغل فيها. وانا شايف ان الوزاره متجهه للاتجاه ده. لكن على الزملاء في الوقت ده ان احنا نسيبنا من اي شعارات بتتقال، احنا عاوزين جايين نحقق هدف. بس هو بيشتغل في منطقه، فعشان ما يتمش يعني اغراءه باي شكل من الاشكال فتحصنه بقى. فانا بقول لك انت اشتغل واعمل اللي عليك واجتهد، اكيد ربنا هيقف معانا كلنا. احنا عاوزين نجيب حصيله للبلد. بس هو ما بيكونش ليه نسبه؟ لا ما فيش حد ليه نسبه من حصيله الدوله، ما في مرتب بياخده. مش نسبه من الضرايب اللي بياخدها، يعني حوافز او طبعا. انا انت انت عملت قد ايه كانتاجك فيبقى حساب عليك. انا من ساعه ما جيت انا عامل حافز لسه هنبتدي نصفه الايام دي بالنسبه للمأمور الفاحص، لان انا مشغلهم في الجد 6 و7 بالليل. حاجه تشجيعيه. فانا قلت ان انا هحفز مأمور الفحص الوحيد اللي هديله هو ومأمور الحصر على الطبيعه، اللي بينزل يفتح لي ملف جديد غير اللي بيفحص ملف، غير اللي قاعد في مكتب ما بيعملش حاجه. وده مبدئي من ساعه ما جيت، اللي هيشتغل كويس انا هديله.
وهدي بسخاء، اللي مش هيشتغل مش هديله حاجه. طيب حضرتك قلت لي من شويه 200,000 تقريبا ولا 100,000 اللي فتحناهم جداد الاقتصاد الموازي. أيوة 200,000 ملف. يعني برضو الـ مره تانية اكبر اشكاليه الاقتصاد الموازي الغير رسمي. طبعا طبعا. والفئات اللي انت برضو حضرتك بتبقى محتاج اطباء محامين اللي هي الاعمال الخاصه اللي برضو انت مش شايف كم زبون داخل له ودفع قد ايه يعني، فانت برضو بتظبط المساله دي ازاي؟ بتشوف بعينك ولا لا بتحسبها برضه؟ ده برضه يعني صعب انك تحط ايدك عليه. لما جينا اتعلمنا بالنسبه مثلا للاطباء زمان اتعلمنا في الفحص كنا نروح للدكتور نعمل معاينه عشان نفسه عيان، لا عشان نعمل عدد نشوف عدد حالات الكشف اللي عنده، يقعد عادي في العياده بس يقول ان هو ما فاتش الضرايب. لا في اجنده بتبقى عند الدكتور تملي عند التمرج اللي بره او البنت اللي بتشتغل او الولد بيشتغل، كنا بنفتحها وانا مامور اشوف عدد الحالات اللي جت امبارح اول امبارح وبكره وبعده. ممكن يعمل لك اتنين، واحدة بجد وواحدة. انا بقول لك اهو، فانا بخش بشوف عدد الحالات اللي موجودة. انا لما كنا بنيجي شك كنا ما نعملش عدد الحالات دي، مثلا موجود 10 اكتبهم بس ما اعتبرهمش دول النهائي، استنى اسبوع او 10 اكتبهم واروح له تاني اشوف عنده قد ايه، فلقيت عنده 5 استنى شوية واعمل المعاينة التالتة واخد المتوسط وهو ده متوسط حالاتك. حلو. الفيزيتا، الفيزيتا كانت موجوده لان المفروض زمان كان بيكتب قيمه كشف ومستعجل كام. دلوقتي ما فيش. النهارده الدكتور 800 جنيه وكاتب في اقراره كشفه 100 جنيه. اسامي كبيره جدا. النهارده في يعني من ضمن المفاجات مثلا حتى اسامي كبيره جدا من المحامين مثلا ما سددتش ضريبه. والكبار دول بتبقى الاتعاب بالملايين، انت برضه هتعرفها منين؟ هو مش هيكتبها لك لا في اجنده ولا في ورقه. لا ما قانون القيمه المضافه الزمه. قانون القيمة ألزمه بتصدير الفواتير الإسعار لازم. وفي حملات هتنزل اللي مش هيمسك هيبدأ هيتعاقب طبقا للقانون. أنا لست مشرع، أنا كمصلحة الضرايب مش مشرع، أنا منفذ للقانون اللي هيتبع القانون على عيننا وعلى راسنا، ما فيش حد فوق القانون. اللي هيشتغل بما يرضي الله وبالقانون إحنا هنساعده، اللي هيخالف الكلام ده بقى يبقى القانون ياخد مجراه. ما هو قانون وقلنا محاكم بتقعد بالسنين، فعشان كده انا لا بتكلم لا في الغرامات على القانون ده غرامات. يعني التشريع موضوع القيمه المضافه والالزام بالفواتير، هتبقى الفواتير دقيقه، انت ليك اليه لمراجعتها برضه انها ما تتظبطش. احنا فكرنا ان هنعمل التسجيل، شهاده التسجيل دي والفواتير بنحاول نعملها بعلامات مائيه لا تزور ومرقمه. كنا لسه بنجتمع مع معالي الوزير ونائب الوزير في القصه دي. ان احنا عاوزين نعمل شهاده التسجيل في القيمه المضافه والفواتير اللي هنديها لجميع الاسماء الكبيره كمحامين كبار دكاتره كبار محاسبين كبار فنانين كبار كله يلتزم شركات انتاج كله يلتزم بيها وتبقى مرقمه ودي لا يجوز تزويرها. كان في راي كده يقول لك اعمل لي قايمه سوداء. يعني لما بيكون في ناس يعني العين عليهم معروف ان هم من كبار الكبار يعني فلما يتهربوا او يكتبوا حاجه غير حقيقيه ويتم اعلام الراي العام في ظل الازمه اللي احنا فيها دي والدوله محتاجه كل قرش طبعا، فانه يبقى في احراج ادبي ليهم، فبالتالي بدل الدخول في المحاكم وفي القصص الطويله دي انه لا والله انا هبقى عارف ومتخوف انه يتم فتحي فابقى ملتزم وادفع اللي عليا. عارف حضرتك احنا بنخاف من اي قضيه طلب تتمسك احسن يتم فيها تشهير لان ممكن المحكمه بعد ما انا اعمل كل اجراءاتي وماسك يطلع براءه. فبيرجع عليا ان انا شهرت عليه. واخد بالك؟ لكن هنا في الحاله دي حالات التهرب كانت في القانون القديم جنايه. القانون عدلها خلاها جنحه. ساعه ما كانت جنايه كان كله بيخاف يخش القفص لانه لازم يتحط جوه القفص. فبيوافق على الضريبه المكتوبه، احنا ما بنظلمش. واحنا لما بنقدم حد جاي من المكافاه بيقدمه بمستنداته. مباحث التهرب مع مفتشي التهرب الضريبي ما بينزلوش يعملوا كده حمله كده. ده بيجيبوا مستندات واوراق. عندنا سينا كولا متفقين معانا ولسه عاملين عليهم 800 مليون جنيه. طب هي المساله ليها شقين، انه والله برضو في خصوصيه والبيانات والارقام فما ينفعش ان احنا نقول نعلن، ولا انه لا ده واجب وطني لا بنعلن احنا هنعلن اي حاجه وانا متفق على اي هنعلن كل حاجه على اي حد مهما كان اللي هيتهرب اللي مش هيدفع اللي هنعلن هيزور هنعلن هتقول على طول. طبعا هقول انا بصي دم لبنى انا ماليش مصلحه انا ابقى رئيس مصلحه في حاجه، انا جاي ارفع ظلم على الناس ادي مامور الضرب اللي هو قاضي المال ده حقه في المجتمع جاي احقق حصيله ثلاث حاجات وجاي اعمل صف تاني وتالت لمصلحه الضرايب
انا مش هتنازع عن الاربعه دول، اعملهم واخرج بالسلامه من المصلحه بحيث المصلحه تقف بس على رجليها، هتبقى زي الفل وهي كويسه جدا الحمد لله ان شاء الله. طب اشكاليه قاعده البيانات استاذ عماد، يعني برضو انه يكون الارقام عندنا قاعده بيانات واضحه دقيقه، عارف انا بستهدف ايه وادخل من الاقتصاد الغير رسمي ادخله في المنظومه، انشطه تجاريه، مصانع بير السلم، الناس اللي بقى نشاطه على قده جدا، انا مش بكلم على كبار الممولين لكن برضو في حق عليه ولازم يدفعه ويأديه، هقدر اوصل لده ازاي؟ احنا دلوقتي بنحاول الاول، يعني احنا بادئين في المصلحه دلوقتي في حاجتين، عاوزين نقف على حقيقه ملفاتنا اللي عندنا، ملفات المفروض بتشتغل، والملفات الحفظ والاستبعاد والسيارات كده على جنب شويه، عاوزين نشتغل بموضوعيه شويه. انا المعلومات اللي عندي احنا محتاجين في مصر هي المعلومات اللي محتاجينها. انا لما بتجي لي معلومه وانا مفتش مكافحه بنزل وراها لغايه ما اجيب اصلها. احنا عشان كده بنحاول نعمل اتفاقات تمويل وبروتوكولات مع بعض الجهات عشان حته قاعده البيانات دي. بالنسبه للمكافحه حتى دي هتساعدني حتى في رفع الدعاوى وفي اعاده الفحص بسرعه وانجاز العمل على اوجه السرعه، لان بانت عندي، لكن قاعده البيانات عندي مش موجوده. بنحاول دلوقتي شغالين فيها مع مع نفسنا. بنشتغل مع نفسنا دلوقتي، بنعدل قاعده بياناتنا بالنسبه لملفات الممولين من تعاملاتهم من كل حاجه من دي، اظبط عندي الاول، واحنا في الوقت نفسه عاملين بروتوكول مع التامينات، بنخش على حاجات معينه مع الغرف التجاريه داخلين، مع اتحاد الصناعات داخلين، يعني كذا جهه من اللي هم مع حمايه المستهلك، مع حمايه المستهلك برضه عملنا برضو على الارض، يعني بيدخلوا بالمحلات وانشطه وبيبصوا ويشوفوا. عملت اتفاق مع الدكتوره منى الجرف واتفقنا، وقلت ان انا هدرب حتى الاولاد اللي معاها شاطرين قوي، وهي في النزول عندهم على كده هيرجعوا لنا ببعض الاسامي والبيانات اللي هننزل لها كمكافحه. في اتفاق، يعني احنا بنحاول نقف مع البلد. عندنا تقدير مبدئي كده انه الاعداد كامل انا يعني ممكن اشتغل عليها. احنا دخلت 200,000 بس. اكيد الوضع احنا كده كتير يعني. لا 200,000 مش كتير. طب احنا ممكن، يعني احنا املنا كبير ان احنا نهايه السنه نكون دخلنا مليون. ان شاء الله. واحنا بنقول في برنامج حضرتك طبعا اي ممول ليه نشاط تجاري او صناعي وخفي، تعالى افتح ملف ضريبي، مش هسالك على اللي فات، مش هسألك على اللي فات خالص، افتح ملف ضريبي بالنشاط دلوقتي، لأن أنت أحسن لك كده، لأنك هتروح تهرب وهيرجعوا ترجع كام سنة ورا وهتبقى، فأنت تعالى طبعا هبتدي من جديد معاك، تعالى طبعا للمصلحة، قول يا جماعة أنا شغال، هنبدأ من النهاردة معاك وصفحة جديدة، وتبقى ضفت المنظومة الضريبية، وده حق الدولة على كل واحد موجود فيها لنشاط تجاري أو ماني أو صناعي. مراكز الدروس الخصوصية دي برضو احنا بنقول انها ممنوعه بس بيتاخد عليها ضرايب طبعا، واعلاناتها في الشوارع وفي على في كل حته، فبرضو دي بتتحسب ازاي او بتقدروا توصلوا وتقيموا الضريبه؟ احنا بتجيلنا معلومه تملي من الجهات اللي فيها تمركز للدروس الخصوصيه. احنا لسه من 10 ايام جايبين 11 مركز في المعادي، ولسه من قبلها بشويه كنا جايبين مركزين في الهرم وفيصل او ثلاث مراكز، ومن شبرا جايبين اثنين. واضح دول ما بيجوش بنفسهم. لا يعني. لا ما بيجوش بنفسهم خالص. اللي كمان الغريب ان هم بيشتغلوا دلوقتي الصبح الساعه 7 الصبح، يعني المراكز اصبحت فاطمه لدرجه ان يقول لك ايه المكافحه بيقول الساعه 4 5، لو في حد بيروح المدرسه ما فيش حد بيروح، فبقوا يوم فاللي هو انتوا هتنزلوا لهم بدري كده يعني. احنا بنروح لهم بقى الفجر دلوقتي، هنستناهم الفجر. لا والله ما بيشتغل 7 الصبح و8 الصبح لان الطلبه ما بتروحش مدارس دلوقتي. فبدا 7 و8 و9 و10 وكده طول ما هو ماشي كده. طبعا الاعداد انت عارف حضرتك النهارده 120 جنيه و150 جنيه الحصه في وسط مجموعه مش لوحده. طبعا احنا جبنا مجموعه كبيره منهم، وبرده انا بقول لهم صاحب المركز تعالى افتح ملف ضريبي، المدرسين اللي بتشتغل تيجي تفتح بطاقه ضريبيه، انتوا اخواتنا ومربيين ولادنا ومربيين اخواتنا، فاحنا تحت امركم تعالوا، واكيد احنا هنقف معاكم وهنساعدكم بس يدفعوا حق الدوله. الرقم المستهدف الموسم ده 340 381 381 السنه اللي فاتت كانت 340 ده بيمثل قد ايه من الموازنه؟ 70% من موازنه العمل للدوله، واملنا كبير نزود ان شاء الله السنه دي لنهايه السنه دي. هو تقريبا كده في كل سنه بيبقى نسبه الفاقد كام؟ اللي ما بنقدرش نحصله يعني. لا لا ان شاء الله هنحصل ان شاء الله يا رب، بس يعني دايما كل سنه بيبقى عندنا بيبقى فاقد 10% 15% بكتير. لان عارف عادك الظروف برضو الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلاد ما
بتخلينا احيانا في اجراءات ما بنعملهاش. انا عايز اتكلم عن ده لان القطاعات اللي اتضررت السياحه والمصانع والاستثمار بشكل عام، لكن خليني في السياحه، في اشكاليه في موضوع القيمه المضافه وهم برضو معترضين عليها، زي برضو ما المحامين معترضين عليها، لكن ما حدش واخد باعتراض المحامين ده قوي يعني. لكن اعتراض او اشكاليه السياحه في مصر، الحمد لله في بوادر يعني، لكن برضو لسه القطاع متازم وفي مشاكل. طيب احنا بالنسبه للمحامين، بس هقول نقطه، بس بالنسبه للمحامين، تخيل حضرتك عدد العاملين في المحاماه فعليا 377,000، اللي تسجل قيمه مضافه لحد النهارده 287 واحد. 200 كم؟ 87 محامي. من 377,000. 287 بس ولا 1000؟ 287 واحد؟ 287 واحد بس. يعني قيمه مضافه. برضه المفروض 287 من 377,000. طيب احنا عاوزين نقول اذا كانت نسبه ايه؟ ما لهمش. اذا احنا عاوزين نقول اذا كانت الفئات المثقفه والمتعلمه في البلد والمفروض واقفه جنب البلد مش عاوزه تسجل طبقا للقانون، فانا بناشدهم بصفه رئيس مصلحه الضرائب. يعني هي مش مناشده بقى، دي محامين ففيها اجراءات وقانون. ما احنا برضه عاوزين جهاد النفوس. احنا عاوزين لا هم برضه زمايلنا واخواتنا، فاحنا برضه عاوزين نقول لهم سارعوا يا اخواننا بالقيد في اعملوا سجل القيمه المضافه، دي مهمه جدا. طب انا هقول لحضرتك برضه عشان ناخد رايهم برضو واقولها اقول لحضراتكم يعني حضرتك، انه بيقولوا يعني كبار المحامين دول واللي بياخدوا الاتعاب العاليه دول نسبه قليله، لكن الباقي صغار المحامين تبقى القضيه يعني احنا اتعابها ولا حاجه يعني. طيب هقول لحضرتك احنا عملنا بروتوكول، كنا هنعمل بروتوكول معاهم، وعملنا لقاء في مكتبي بحضور عمرو بن منير وسامح بيه عاشور، وجه حضروا معانا، وكنا عاوزين نتفق على ان المحامي الجزئي اللي لسه متخرج نعفيه، المحامي الابتدائي دفعه 50 جنيه لما يجي عند القضيه، الاستلاف يدفع 150. سامح بيه رفض طبعا وقال لك لا، ندفع ضريبه دخل وقيمه مضافه مع بعض. طبعا ما ينفعش طبعا قيمه مضافه، ده قيمه مضافه حاجه وقال ضريبه الدخل حاجه. وما اتفقش معانا ومشي، واحنا املنا كبير برضو ان هو الاستاذ سامح يعني محامي عظيم ونقابي كبير، ولازم برضو زي ما احنا بنناديله كده اقف مع البلد، بلد محتاجه ان انت تقف معاها، زي ما انا بقول لكل الناس اقفوا مع البلد. احنا يا جماعه لازم البلد دي تعيش وتقف، ومش هتقف غير بولادها ورجالتها. طب بس المحامي هنا الضريبه دي هيحملها على العميل وهيجي يستردها تاني، يعني هو بيجي هياخد مثلا اتعاب 1000 جنيه، هو احنا عاوزين نعترف ان المحامي اللي بياخد 5 مليون مش هيكتب 5 مليون. لازم نعترف ونبقى صراحة، اللي بياخد 100,000 مش هيكتب 100,000، هيكتب 100 جنيه ويحط 13% يبقى 113 جنيه. فبرضو انا بقول البلد محتاجه ان احنا كلنا نقف معاها، محامي ودكتور ومهندس وطبيب، كل مصر محتاجه توقف البلد، فلازم نقف مع الاقتصاد. انا مش بقول كده، انا مش عاوز حاجه من حد، بس انا بناشد جميع مواطني مصر الشرفاء اقفوا مع البلد في الفتره دي. الاقتصاد محتاج وموازنه الدوله محتاجه، حضرتك عارفه الصحه والتعليم والطرق ومرتبات الموظفين اللي بتتاخد دي، احنا يعتبر 72% بتوعنا دول بيروحوا مرتبات الموظفين، وانت النسبه الاكبر دي من الحصيله بتيجي من الموظفين. اللي هو كده مستقطع، لان ده الوحيد اللي مش قادر يتحرك. مش يعني اول بول، ما ينفعش. اول بول. فانا بقول يعني ربنا يعني يهدي نفوس الناس كلها، وكل يهدى كده وكل يشتغل، لو اشتغلنا. طب قول لي يا استاذ عماد، كبار رجال الاعمال والمستثمرين ممولين الكبار بقى، يعني قول لي برضو بعض الامثله كده. دي من اكثر الناس ملتزمين، لانه بيقدم مستند ومزاياته في الكبار، بيتفحص وبيدفع، وبيدفع الكتروني وتمام، عشان تبقى عارفه. يعني جميع ليه بقى؟ لان رجال الاعمال عندهم مشاكل مع الضرايب. ما اقول لك لا لا لا، رجال الاعمال اولا نمره واحد بيخاف على سمعته، نمره اتنين هو عاوز يحل، لكن احيانا مكاتب المحاسبه بتعطل بس الفحص. لكن انا شايف ان هم بيجوا دلوقتي في المركز عندنا في الكبار بصراحه، يعني بيحلوا وبيدفعوا الضريبه، واحيانا بيدفعوا تحت الحساب. لا، رجال الاعمال بتساعد البلد وبتدفع، انا ما اعرفهمش، بس انا بقول من خلال الاوراق اللي بشوفها واللي بتجيلي. وفي تقسيط وكلام، في طبعا مفتحين باب التقسيط وكله. طيب كنت بكلم حضرتك عن القطاعات اللي اتضررت بقى، السياحه. قطاع السياحه احنا مش جايين جنبه خالص، اهو سايبينه دخل وقيمه مضافه لغايه ما يقف على حيله ويشتغل، وبعد كده بقى نتكلم. خلاص قطاع السياحه احنا عارفين مش هتاخد منه باثر راجع يعني. لا، مش هنعمل اي حاجه من دي، في بروتوكول هنعمله معاهم ومع معالي الوزير ونائب الوزير، وهنتفق على كل حاجه ان شاء الله.
لكن احنا شايفين الظروف اللي بيمر بيها قطاع السياحه يعني انا اتمنى لحضرتك ان شاء الله التوفيق. يعني حضرتك بتقول كلام يعني فيه كتير من الامل والتفاؤل انك عايز تدخل الميكنه وعايز تدرب وتطور العاملين عند حضرتك وفاتح ايدك يعني للتصالح ولبدايه جديده. هتعملوا اعلانات؟ هنعمل اعلان ان شاء الله هينزل قريب بالنسبه للقيمه المضافه. هينزل قريب قيمه مضافه تشجيع للناس. يعني عاوز اقول لحضرتك كمان على حاجه نسيتها. احنا بعتنا بعثات بره اتدربت في الهند وكوريا واليابان، اتدربوا على جميع انواع المجالات الاقتصاديه. بيتدربوا على ايه يعني؟ كل حاجه. كل الميكنه والحاسب كل حاجه. ودول بقى عندهم خبرات دلوقتي وعاملين 450 دوره اتدرب بيها العاملين في مصلحه الضرايب، و50 دوره للغير العاملين سعوديين جم اتدربوا في المركز عندي، كويتيه جم اتدربوا عندي في المركز، وفي كمان ان انت عارف ان دول الخليج هتطبق القيمه المضافه في يناير الجاي. طيب دي هتفيدنا احنا لان دي باللغه العربيه، واحنا رحت عملت معاهم بروتوكول هنا في الامارات في دبي. ناس مهذبين يعني، واتفقنا ان احنا هنفيدهم بخبرتنا بقى في القيمه المضافه، وهنجيب منهم ناس تدربهم هنا ان شاء الله. تمام. فبنسعى يعني لتحسين الوضع. الاقرارات هتخلص نهايه مارس ان شاء الله. هي بادئه ده بالنسبه للاشخاص الطبيعيين. كم اقرار وصل لحد دلوقتي؟ لا لسه العدد ما تحددش، لان انت عارفه احنا شغالين جد واقرارات. لكن طبعا انت عارفه ان احنا كلنا اتعودنا ان بنيجي نقدم الاقرار في اخر يوم او قبل الاخر بيوم، لو يمكن يحصل حاجه يعني. لكن انا بقول للمولين احنا فاتحين من 1 يناير ل 31 للاشخاص الطبيعيين، ومن 1 ابريل ل 30 للشركات الاعتباريه. لو سمحت سارع دلوقتي وروح قدم اقرارك عشان ما تستناش لاخر يوم وتقول زحمه. ومش زحمه، الناس بتستقبلك، الناس اللي ما بتعرفش تعرف تكتب بنقول لها تكتب ايه وبنساعدها في ملي الاقرار. قلت لي الورق بقى عدده اقل والمحتوى بقى مركز. كل حاجه كل حاجه. والناس بتبتسم في وشك في الوش، كل الممولين ده ممنوع حد يكشر. يعني جاي يدفع فلوس وكمان حد يكشر في وشي يعني بايخه يعني. في ابتسامه وفي مكاتب بتستقبل وهنساعد كل الناس، بس لو سمحتوا روحوا قدموا الاقرار قبل الزحمه. يعني عملتوا اللي عليكم. تمام. عملنا كل حاجه، الباقي علينا ان شاء الله. وزي ما بنقول الوضع الاقتصادي صعب والظروف صعبه جدا، ف بندفع الضرايب ونشوف الضرايب دي في صوره خدمات ومشاريع تشتغل عليها الدوله. طبعًا. وخدمات تعليم، صحه، سكن، يعني مرتبات. الضريبه قصة كبيرة. هنتابع مع حضرتك واكيد هيكون لنا تواصل تاني ونعرف بقى الفترة الجاية، ونتمنى موسم ضريبي ناجح ان شاء الله. وكل سنة وحضرتك طيبة والممولين طيبين. وعاوز كلمة بس في الآخر أقولها. اتفضل يا سيدي. إن مأمور الضرايب ده للمرة الثانية هو قاضي مال تعب كتير وشيء كتير، وأنا عاوز أقول إن الوزارة مع الوزير والنائب وأنا شخصيا بشكرهم على المجهود المبذول، وإن في نظرة كبيرة ليكم في النواحي المالية وفي النواحي الأدبية وحتى في البيئة اللي انتوا شغالين فيها، وبشكر حضرتك جدا على الحوار ده. العفو يا فندم، شرفتنا ونورتنا أستاذ عماد سامي. شكرا. رئيس مصلحة الضرايب، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا.